والآن مع أحوال الطقس. نعم، مرة أخرى تنضم إلينا الزميلة ميرفت أميليجي. لك ميرفت. شكرا رجائي ورغدة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائل للبرودة جنوبا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل لحد الساقية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما على صعيد درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 15 والصغرى 8، الإسكندرية 15-8، مطروح 15-8، بورسعيد 16-8، الإسماعيلية 15-8، السويس العظمى 15 والصغرى 8، العريش 16-8، طابة 14-10، شرم الشيخ 17-12، الغردقة 17-12، الأقصر العظمى ستكون 17 والصغرى 12، والأسوان 18-7، الوادي الجديد 17-2، شلاتين 22-10، وأخيرا حلايب 20-11. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.